يحتفل العالم سنويا في 17 من نوفمبر باليوم العالمي لأطفال الخدج، وذلك لإلقاء الضوء على مشكلة الولادة المبكرة وما يترتب عليها من إنتاج طفل خديج، وهو الطفل الذي يكون عمره الرحمي أقل من 37 أسبوع، وتتسبب الولادة المبكرة في الوفاة الكثير من الأطفال الرضع، وكذلك تعتبر السبب الرئيسي لوفاة أطفال دون السن الخامسة. أما أولئك الذين تكتب لهم الحياة فيحتاجون للعلاج في وحدة متخصصة لعلاج حديثي الولادة، وكلما كان العمر الرحمي للطفل أقل كلما كانت إصابته بالمشاكل على المدى القريب والبعيد أكثر. في مستشفى القطيف المركزي نحتفل بهذا اليوم منذ حوالي 9 سنوات، بدأنا منذ عام 2014. تتكون الفعالية من 17 ركن توعوي، وهي عبارة عن برنامج متكامل للعناية بالطفل الخديج منذ دخول المستشفى وحتى خروجه. تركز الفعالية على مبدأ الوقاية خير من العلاج، وذلك عن طريق حث النساء الحوامل على المتابعة في عيادة النساء والولادة المعي والولادة المبكرة قدر الإمكان، وكذلك مبدأ وعي ورعاية لمستقبل أفضل لاكتشاف أي إعاقات عند الطفل خديج والتدخل في الوقت المناسب.